ولهذا في العشر الأواخر من رمضان ينبغي على العبد أن لا يصاب بالفتور، لأن بعض الناس يبدأ رمضان بنشاط ثم يفتر، لا، بل عليه في العشر الأواخر أن يضاعف الجهد وأن يتحرى في كل ليلة من ليالي رمضان اغتنام ليلة القدر، ولا يلتفت للرؤى وما أدراك ما الرؤى، هذه تعيق كثير من الناس عن تحري ليلة القدر في العشر كلها، تعيق كثير من الناس عن تحري ليلة القدر في العشر كلها. فينبغي على الناصح لنفسه أن يجتهد في العشر الأواخر من رمضان لاغتنام هذه الليلة، وألا يكون والعياذ بالله من المحرومين، فإن من حرم خيرها فقد حرم.